ازيك يا بنات؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده حاجه اول مره اعملها اصلا على القناه يعني، ومبسوطه بيها جدا جدا جدا، لان يعني انا مستوحيه الفكره من اليوتيوبر الجميله اللي انا سميها ضحكه اليوتيوب، مها لايف ستايل. من كام يوم كده تقريبا او من اسبوع، مش عارفه الفيديو ده ينزل امتى بالظبط، عملت ان هي يعني تحدي ان هي اتحولت لبنت افريقيه. انا مش عارفه التحدي ده جديد ولا قديم على اليوتيوب، يعني انا ما شفتوش قبل كده. يعني شفت مثلا قبل كده كانت اليوتيوبر برضو الجميله كريمه خطاب كانت تحولت نفسها لبنت سمراء، ومها نفسها عملت قبل كده فيديو ان هي تحولت لبنت سمراء. بس فكرة البنت الأفريقية مع روح الفيديو اللي ما كانت عاملاه يعني خطفني والله، خطفني. فيديو فيه مرح وتشالنج حلو قوي، يعني فكرته جميلة قوي. وانا اصلا بحب الناس السمرة جدا جدا، انا اصلا جوزي اسمر وانا بحب الناس السمرة والبنات السمرة سبيشال يعني. فيعني قررت ان انا اخش التحدي اللي مها اطلقته، ويلا بينا نشوف انا هعمل التحدي ده ازاي، وهبقى قد التحدي ولا لا. وطبعا هي ما استخدمت حاجات وانا استخدم المنتجات اللي عندي، فكل يعني كل واحد اكيد هيستخدم المنتجات المتاحة عنده، فيلا بينا نبدأ. طيب اول حاجة انا طبعا هرطب وشي، انا هستخدم الكريم بتاع نيتروجينا اللي هو الجيل المائي ده، لان هو بينشف على البشرة بسرعة. هنبدأ بقى بعد كده في تلوين الوش يعني او البشرة. انا عندي نفس الماتيريال اللي مها استخدمتها اللي هو العجلة بتاعت كيرولين، بس ما عنديش اللون الاسود بتاع الوش اللي هي استخدمته، فانا هستخدم حاجة تانية خالص. انا عندي عجلة الكونتور بتاعت كوستل سين، فيها الدرجة الغامقة جدا دي، ودي درجة مش موجودة في عجلة كيرولين. هتلاقوا بتاعت كيرولين افتح منها اوريكم، بصوا هتلاقوا الدرجة بتاعت كيرولين افتح من دي اغمق، فانا هستخدم الدرجة الغامقة بتاعت الكونتور بتاعت كوستال سينت. بس طبعا عشان هو كونتور فبيبقى كريمي قوي، فانا هخلطه بحاجة بسيطة من الفاونديشن بتاع ارتيديكو ده رقم كم كام ده، وانا مش لاقي الرقم عليه وانا رميت العلبة الحقيقة، بس المهم ان هي درجة غامقة. يعني ازاي مش مكتوب عليه الدرجة؟ غريب قوي. المهم ان هو درجة غامقة، فانا هخلط منه حاجة بسيطة. بصوا شايفين الدرجة غامقة كده ازاي، هخلط منه حاجة بسيطة الاتنين دول مع بعض عشان يسهل لي بس الدمج. بعد كده بنات هاخد نفس لون اللي هو الفاونديشن بقى لوحده، اللي هو ده لوحده، وهحطه كهايلايت. بصوا فاتح ازاي وهو اصلا غامق، يعني هو اصلا فاونديشن غامق. وبعدين هاخد الباليت الطفه ديت من ميسيلين، دي لسه هكلمكم عنها، دي من مشترياتي الجديده، فيها بلاشر وهايلايتر او باودر يعني فاتحه وكونتور درجه كونتور، فانا هاخد درجه الكونتور اللي فيها وهثبت بيها وشي. بس طبعا مش هاجي عند الاماكن اللي انا عامله فيها الهايلايت، هناخد درجه افتح. وبعدين من باليت الكونتور بتاعت سيتي كولر هاخد الدرجة الفاتحة، هخلط الدرجة دي مع الدرجة دي، وهثبت بيهم الأماكن بقى اللي هي ايه، اللي هي المفروض الهايلايت يعني. حاسة شكلي مريب.
هنيجي دلوقتي للحواجب. هستخدم لحواجبي القلم بتاع ميبلين اسمه براو بيرفكت، دي درجة اسمها سوفت براون. على فكرة يا بنات الموضوع ممتع جدا والله العظيم، انا مش عارفة ازاي الموضوع ممتع كده يعني بجد. انك تتغيري من شخصية حقيقية لشخصية تانية دي ليها بهجة كده، مش عارفة بقول لكم. انا والله العظيم وانا بتفرج على مها يعني حسيت ببهجة كده في الفيديو، اللي هو لا انا لازم اجرب النوع ده من الفيديوهات يعني بجد. حسيت ان اللون القلم الحواجب كان فاتح فتقلت عليه ببودر حواجب من ام ان اللي هو اللون الغامق، ووقفت شعر الحواجب اللي هو من قدام ده بمسكرة الحواجب بتاعة ايسنس اللي هي الشفافة. هنيجي بقى للعين. مها كانت مترقعة الدنيا ترقعة رهيبة جدا، وكانت عاملة ازرق وموف والوان رهيبة جدا، فتعالوا نشوف انا هعمل ايه. بداية هاخد الليكويد اي شادو دوت من ذا بادي شوب واحطه على الجفن. انا اوريدي طبعا مبطنة جفني وثبته بالبودر وانا بثبت الوش، واحط الليكويد اي شادو ده على الجفن كله. هو بصوا زي ما شايفين لونه ذهبي مصفر كده. تعالوا بنات نشوف انا عملت ايه في عيني. قبل ما الليكويد اي شادو ده ينشف خدت من الباليت دي اللون الفوشيا الجامد قوي دوت، ماشي بس بالراحه، وخدت بفرشه بنسل صغيره كده وخدت من اللون الفوشيا ده بالراحه، وابتديت اموه بس ايه طرف الليكويد اي شادو. وبعدين بفرشة دمج صغيرة شوية هاخد اللون اللي هو البينك الفاتح دوت، وهبتدي اموه الاطراف من فوق. وبعدين هرسم بالايلاينر خط ايلاينر. وبعدين يا بنات هيجي من البالت بتاعت ام ان اف هاخد اللون اللي هو الازرق دوت، وبعدين يا بنات هحط الكحل ده بتاع اماندا هحطه جوه العين وهمويه وحاجة بسيطة مع اللون الازرق، وهركب الرموش وارجع لكم. دلوقتي يا بنات هحط بلاشر هاخد اللون اللي انا اصلا اوريدي كنت حاطاه فوق عيني. نشوف ايه اللي هيحصل. ادى توريدة بسيطة قوي. دلوقتي الهايلايتر هحط هايلايتر من الباليت بتاعت انستازيا، هرش الاول فيكس وهجيب البلد بتاعت انستازيا وهاخد اللون اللي هو الغامق مع اللون المتوسط ده وهحطهم بصباعي. دلوقتي وقت الروج، البنات الافارقة بيحبوا جدا يحطوا الروج يا اما الوان فاقعة جدا يا اما الوان نود جدا يعني فاهمين. فالنهاردة انا هختار ان انا احط لون فاقع زيهم، فهختار لون فوشيك او يعني تعالوا نشوف اللون ده كده. هو
وبكده يا بنات ده يكون اللوك النهائي، يا رب يكون عجبكم واكون قدرت اكون قد التحدي. وطبعا لازم اوريكم تصوير اللوك في الشمس غير اضاءة التصوير عشان تبقوا شفتوه في الناحيتين كالعادة. وانا عن نفسي مبسوطة بالنتيجة النهائية جدا. اوعوا تنسوا تكتبوا لي رأيكم تحت في الكومنتات، وتكتبوا لي عرفت اكون قد تحدي مها لايف ستايل ولا لا. واشوفكم ان شاء الله باذن الله فيديو جديد. ما تنسوش تعملوا لي لايك عشان الفيديو يشوفه اكتر قدر من البنات يعني. وباي باي.